أجمل ما غنى صوت شاعر فلسطيني أوروبا أبو أمين. عيد ميلاد ولده أمين 27 ألف مبارك. صار 26 سنة ولا 37؟ عيد ميلادك قد ايش؟ 47 يعني. سيدي الحبايب يا دنيا انت محمد شوف قرب شوي قرب السلم ولك انا بدي السلم بس يلا مع السلامه روح نرجع للاغنيه سيدي الحبايب يا بنايا انت وكل امل ومنايا انت يا اغلى هنية يا ليلة حلوة سيدي الحبايب ابو يوسف انت. نرجو تقييم الصوت ولكم المزيد. يا ابو يوسف أو سيد الحبايب يا بنايا انت وكل امان ومنايا انت يا احلى غلوه في ليله حلوه سيد الحبايب يا بنايا انت وسيد الحبايب يا بنايا انت وكل امان ومنايا انت يا احلى غنوه في ليله حلوه وسيد الحبايب. انتظروني بألبوم جديد بعد رمضان المبارك. انت تابعوني على صفحات عرب ديكو. بمناسبة عيد ميلاد ولدي الكبير أمين قمنا بعمل احتفال مع أصدقاء يعني ابني في هذا اليوم. طبعا هذا اليوم هو يوم يعني استثنائي لأبو الأمين مما يعني نقوم باستضافة الضيوف أصدقاء ولدي أمين أقبال عند الجميع. ألف مبارك لولدي أمين. تمام أشكر المستمعون أرجو عمل لايك دعما لهذه الأغنية الجديدة. شكرا لكم كل عام وانتم والله.
تفضل تفضل. شكرا شكرا. يعطيك العافية أبو يوسف. إن شاء الله عقبال أولادك يتزوجوا وتفرح فيهم جميعا. أي أي أبو يوسف والله علينا أبو يوسف بحب يفتتحها نقصوله يا شوي صحج له أبو نسيم ولو شو الحكي يا حملوه طبعا يلا شباب اعملوا له طبعا بهاي المناسبه السعيد يعني مراسل شبكه عربه دنمارك ابو امين يقدم اليكم حفل عيد ميلاد ولدي البكر امين كل عام وانتم بخير وكل عام هو بخير والصحه والسلامه هاي عازم اصدقاء واصحاب اخوال ابو الامين ابو اخوال امين هلا 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 بالضيوف المعازيم هلا هلا بالنشامه هلا خليكم تعرفوا كرم ابو الامين ما شاء الله ما شاء الله تفضلوا نسيم يوسف ايه هاي 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 هلا 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 بالنشامة هلا هلا بالمعازيم هلا هلا بالضيوف هلا الكل مركز يا عمي الدكتور سعيد ابو محمد ما شاء الله ما شاء الله هاي الكل يعني بيشتغل وبيخدم احتفال احتفال طبعا نتمنى عند الجميع هاي
هيا 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 صحة شباب صحة صحة كيف ولا شغل لك السماعة أبو ربيع أبو يوسف عالمي صوتها سمعي احنا ابو محمد كيف عدتك أيوة, ايوه 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 ابو يوسف حرك حالك يعني كل هذا بدك تقوله ابو يوسف صحتين يلا هلا كمل يعني
صوت شاعر فلسطين أوروبا أبو أمين. يعطيكم العافية شباب، وبارك الله فيكم، شكرا جزيلا للعاملين وأخواله الذين اشتغلوا وقدموا هذه المشاوي من مثل أبو يوسف وأبو محمد وأبو نسيم. نيابة عني أشكر الحضور والمعازيم أبو يوسف. نشكر الجميع، نشكر الجميع من شاركوا، ونشكركم جميعا على ما قدمتوه من هدايا ومن مشاركة، وكل عام وكل بخير. ويعني هذا أهم شيء، يعني إنه هاي في حراسة علينا مشدد، يعني مثل ما توقع أبو يوسف. فنتمنى إن شاء الله ندعيكم في مناسبة زفاف أمين والشباب كلها، يعني وبحياتكم قريبا جدا، ترقبونا في تغطياتنا بعد رمضان، وكل عام وانتم بخير. Thank you.
سيد الحبايب يا دنيا انت يا كل املي ومنى. محمد شوف مش فاضي يعني. قرب شويه قرب السدر ولك انا بدي السدر بس. يلا مع السلامه روح. نرجع للاغنيه اللي بلشنا فيها. سيد الحبايب يا ضنايا انت وكل اماني ومنايا انت يا اغلى غنوه يا ليله حلوه سيد الحبايب ابو يوسف انت. كيف كيف ابو يوسف؟ عشان عيد ميلاد ابو امين. صار 26 سنة ولا 37؟ عيد ميلادك قديش؟ 47 شي يعني. امين تسال هو هاشق صاين كانوا صار ما شوف I'm gonna make it.